السلام عليكم. اليوم رانا بصدد الحديث عن مستشفى جامعي ذات 240 سرير في ولاية بومرداس، وبالضبط في منطقة الساحل المتواجدة في محيط مدينة بومرداس. وهذا المستشفى كما نشاهد نسبة الأشغال راهي حوالي 70-80%، ورغم أنه المستشفى هذا عرف تأخر كبير، لكن معليش راه الآن يعني في طريقه بالتجسيد. وكما نعلم فيه خارطة لبناء مستشفيات جامعية ذات 240 سرير في كل ولايات الوطن، والبعض منها راه قيد الإنشاء، والبعض الآخر راه تمت عملية الإنجاز، وإن شاء الله تكتمل كل المستشفيات عبر 58 ولاية الآن، إضافة إلى المراكز تاع الاستعجالات الطبية اللي راهي فيه خارطة أخرى كذلك، وخارطة ثالثة للمستشفيات لمكافحة السرطان لي كاك لي سونت أنتي كونسير اللي راهي قيد الإنشاء في الأغلب الولايات في الوطن. إذن كل هذا هي البرامج لإنشاء المستشفيات في الجزائر. وأترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.